انا اسمي اعتماد جعفر وانا اعمل كسفيرة الديمقراطية لدى لجنة الانتخابات في ولاية فيكتوريا. في شهر تشرين اكتوبر 2020 اجرينا انتخابات المجالس البلدية المحلية، واذا لم يكن لدى لجنة الانتخابات في ولاية فيكتوريا سجل بانك ادليت بصوتك، قد تتلقى رسالة تسمى اشعار بالفشل للواضح في التصويت. هذه ليست غرامة. داخل الظرف سوف تجد استمارة، تعليمات بلغات متعددة، ظرف للرد مدفوعة التكاليف. استمارة سوف يطلب منك الإجابة عما إذا كنت قد أدليت بصوتك أم لا، وإذا كنت قد أدليت بصوتك عندها يرجى تقديم التفاصيل حول الوقت الذي أرسلت فيه ورقة الاقتراع الخاصة بك عبر البريد. إذ لم تدل بصوتك يجب عليك توضيح سبب عدم التصويت. لديك 28 يوما من تاريخ الإشعار بالفشل الواضح في التصويت لإخبارنا بما إذا كنت قد أدليت بصوتك أم لا. هذه الاستمارة في ظرف الرد المدفوعة تكاليفه، وأرسله إلينا في أسرع وقت ممكن. الرجاء الرد، إذ لم ترد قد تحصل على غرامة. وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة لملء هذه الاستمارة يرجى الاتصال بلجنة الانتخابات في ولاية فيكتوريا على الرقم 920-901-00.